تعرض موقوف للتعذيب الشديد في أحد مراكز شرطة مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، ما أدى طبعاً إلى وفاته. دعونا نشاهد هذه الصور، هذا جزء، وأعذرونا طبعاً على بشاعة الصور، لكنها واقع حال يعيشه العراقيون يومياً. التعذيب الشديد أدى إلى وفاة هذا الموقوف. بطريقة بعيدة كل البعد عن الإنسانية وعن حقوق الإنسان وعن هذه القيم والمبادئ والقوانين والأعراف الدولية.